يسابق ذوي الاحتياجات الخاصة الوقت لإنجاز معاملات تعطلت لفترة طويلة بسبب الإجراءات التي رافقت انتشار فيروس كورونا. مرتضى الجرموزي يعاني من مشكلات حركية، يتابع إنجاز معاملة لإجراء عملية جراحية تأخرت كثيرا، مضطر لتدارك حالته الصحية بعد انتظار ومكوث منزلي طال أمده. أنا لم أقم بمعاملة منذ فترة كبيرة، لكن هناك من الأصدقاء من قاموا بمعاملات وتأثروا بسبب التوقف، وتوقفت معاملاتهم، خاصة في مجال الدراسة وفي مجال الدراسة بشكل عام، يعني ثانوية وجامعية وإعدادية. حركة دؤوبة في ساحة ومكاتب صندوق رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، فلكل شخص بغيته هنا، وهم بمختلف فئاتهم أنهكتهم حال البلاد وحرمتهم الحرب مزايا وخدمات كثيرة، ولأنهم أكثر تأثرا بالفيروس كان لزاما أن يتشددوا باتباع الإجراءات الاحترازية وإن ضاعفت عزلتهم. المعاقين هم أكثر عرضة لهذه الإصابة، و كان نشاطهم محدود، يعني مع بعض اللي عندهم اصابات خاصه امراض يعني مصاحبه للاعاقه، كان مش قادرين عاد يخرجوا، لانه خلاص يعني لازم يكون في حمايه كامله في البيت. يعني حمايه اثمرت ايجابا، حيث سجل عدد محدود من الاصابات في اوساطهم دون اي حالات وفاه حتى الان. نحو 4 ملايين شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في اليمن فاقمت الحرب معاناتهم خلال السنوات الماضية، وتسببت في إغلاق كثير من مراكز الرعاية الخاصة بهم، وجاء فيروس كورونا ليضاعف من حجم تلك المعاناة. خليل القاهري، العربي، صنعاء.